وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج السيد محميد المحميد. أهلا بك سيد محميد، كيف تنظرون للدور الوطني الذي تطلع به الصحافة الوطنية البحرينية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لتعزيز الحرية المسؤولة للصحافة والإعلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الاحتفال باليوم الصحافة البحرينية فرصة سانحة لبيان واقع ملموس ومشهود بما تتمتع به الصحافة البحرينية من حرية الرأي والتعبير المسؤولة والمهنية والوطنية، نمارسها ونشاهدها نحن كصحفيين وككتاب بشكل واقعي وعملي وفق رعاية جلالة الملك المفدى الله يحفظه ودعم وتوجيهات واهتمام صاحب السمو ولي العهد مجلس الوزراء. حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين شهادة نقولها أن احنا نمارسها بكل تشجيع بكل تقدير من الدولة ومن المسؤولين. الصحافة تشكل نبض الشارع، تنقل الاحتياجات الملاحظات المقترحات، هي تمارس دورها بنقد مسؤول، نجد التفاعل والتواصل مع معظم الوزارات. لعل من بشائر الخير ونحن في شهر الخير وفي بلد الخير أن نشهد قرب مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني. هذا أمر يشكل لنا كصحفيين مسؤولية كبيرة. لا شك كذلك أن توفير الحماية اللازمة لحقوق الصحفيين والإعلاميين التي توجه بها جلالة الملك المفدى تشكل لنا أيضا مسؤولية مضاعفة، وتشكل أيضا للمسؤولين مسؤولية مضاعفة في دعم الصحافة. لا توجد هناك مضايقة، لا يوجد ترهيب لأي صحفي، ولكن مسؤولية الصحفي والكاتب ورئيس التحرير هي الوازع المهني والوازع الوطني فيما يشكل لنا من رؤية سامية ورسالة رفيعة في مملكة البحرين، ونأمل في هذه المناسبة أن نوفق جميعا لتحقيق تطلعات سيدي جلالة الملك. نعم بإذن الله. السيد محميد المحميد الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج، شكرا جزيلا لك.